استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في قصة صافرية هذا اليوم صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، ومعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني، وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وسعادة الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، وسعادة اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني، وسعادة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، الذين رفعوا إلى جلالته أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا الشهر الكريم على جلالة الملك المفدى بوافر الصحة والسعادة، وأن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ويديم على مملكة البحرين وشعبها العزيز في ظل قيادة جلالته الحكيمة نعمة الأمن والأمان والرخاء والتقدم. وقد بادلهم حضرة صاحب الجلالة أيده الله التهاني بهذه المناسبة المباركة، داعيا المولى تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير والبركات والمسرات. كما أعرب جلالته أيده الله عن اعتزازه بجميع منتسبي قواتنا المسلحة ومختلف الأجهزة الأمنية لما يبذلونه من جهود كبيرة لحماية وحدتنا الوطنية والذود عن المكتسبات والإنجازات التي حققتها البحرين وشعبها الكريم، مشيدا جلالته بالعمل الدؤوب والمتواصل الذين يقومون به في مواجهة جائحة كورونا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، معربا رعاه الله عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الجهود الإنسانية والوطنية المخلصة التي يبذلها سموه في قيادته لفريق البحرين في التعامل مع متطلبات الوضع الراهن والتصدي لجائحة كورونا المستجد، مقدرا جلالته العطاء النبيل لكافة العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والتمريضية والفرق المساندة والقائمين على الحملة الوطنية للتطعيم لحماية البحرين وأهلها من هذا الوباء العالمي، شاكرا جلالته كذلك جميع المواطنين والمقيمين الذين بادروا بأخذ التطعيم المضاد. كما كلف جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله الحضور بنقل تحياته وتهانيه بشهر رمضان المبارك إلى كافة رجالنا البواسل في مختلف مواقع عملهم السامية داخل المملكة وخارجها.